مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. النهاردة وحديث خاص جدا مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي موسيماني، صاحب الخبرات الكبيرة على المستوى الأفريقي، أفضل مدير فني في القارة الأفريقية 2016، صاحب إنجازات كبيرة جدا جدا مع أندية جنوب أفريقيا وخاصة طبعا سان داونز، وخبرات حتى على المستوى الدولي من خلال تدريبه لمنتخب جنوب أفريقيا. طبعا بنرحب بيه معانا هنا كوتش، بنرحب بيك طبعا في مصر أولا، وبنرحب بيك هنا في قناة النادي الأهلي. شكرا. السلام عليكم. شرف ليا كبير ان اكون موجود معاكم النهارده هنا. اشعر الالي فايب، الالي مود. دخلت في ايقاع النادي الاهلي، حسيت بقوه النادي الاهلي، ودخلت في حاسس ان دخلت في الايقاع خلاص. دايما بيتقال النادي الاهلي نادي عظيم، بس ما كنتش عارف انه بالحاله دي. لما دخلت جوه النادي عرفت قد ايه النادي ده نادي عظيم. شكرا رئيس النادي كابتن بيبو لثقته فيا وصدقه وثقته انه ممكن اطلع بالاهلي واحطه في مستوى عالي في بطولات افريقيا. طبعا اختيارك طبعا كان اختيار اعتقد موفق جدا، وكمان اول مدرب او اول مدير فني افريقي في تاريخ النادي الاهلي يكون متواجد، وده اكيد بيحط على حضرتك كمان مسؤوليات كتيره جدا جدا، وان شاء الله تكون قد المسؤوليه بشكل كبير جدا. انطباعك الاول دخولك بوابه النادي الاهلي، يعني وصولك من بوابه النادي الاهلي، ايه اول انطباعاتك؟ زي ما قلت قبل كده دايما بنعرفين ان الاهلي نادي كبير ونادي عظيم، لكن انا كنت بسمع عنه من بره. But it started when I arrived at the airport. بدات بشعور بعظمه نادي الاهلي من وقت ما وصلت مطار القاهره. When everybody to the لما لقيت الكل police who are doing the passport control لحتى وانا في بختم الجواز من الشرطه جواز السفر وعرفوني to fetch the luggage for you and الناس حتى اللي بتشيل لي الشنط في المطار قد ايه رحبوا بيا the reception I got والاستقبال العظيم اللي لقيته من وقت ما وصلت الفندق من اول ما خرجت حتى من خارج المطار في الاول كانت حاجه رائعه بصراحه placards with my face لان الكل كان عارفين شكلي كانوا احتفلوا بيا فعلا حاجه اسعدتني لما وصلت الفندق ما وصلت حسيت الناس قد ايه بتقول لي كابتن بيبو ان ذا بورد وكانت تيجي هنا اتقابل واحد بعظم كابتن بيبو رئيس مجلس الاداره ويتكلم معاك وبعد كده نزلت التمرين ولقيت كل عارفني وانا لسه ما بدتش اشتغل شعرت كاني في هوليوود كاني نجم هوليوود in Los Angeles كاني في لوس انجلوس مش في القاهره. طبعا بنرحب بيك مره تانية في بيتك دلوقتي، انت بقيت واحد من العيله الكبيره وعيله النادي الاهلي اللي بتضم ملايين الملايين اذا كان داخل جمهوريه مصر العربيه او على المستوى العربي او حتى على المستوى الافريقي. تعال نبدا اول محاورنا، تفاوض النادي الاهلي معاك، ونعرف تفاصيل التفاوض، جه الموضوع ازاي، الاتصالات عاملة ازاي، وعلشان الناس كمان تعرف كواليس التفاوض كان من امتى وازاي. It was funny enough because ظريفة جدا لان كل حاجة حصلت بسرعة جدا في وقت قصير جدا. المفاوضات ما خدتش اكتر من 5 ايام. حصلت بسرعه جدا. يعني انا موجود معاكم هنا في النادي الاهلي من 6 ايام، ما كنتش عارف ان حاجه النادي الاهلي اصلا. فالمفاوضات حصلت بسرعه جدا. لكن الاهلي عملوا بحث كبير عني وعرفوا معلومات كتير عني.
there was never a problem. فبصراحة ما كانش عندي أي مشكلة، عرفوا إزاي يتعاملوا معايا وعرفوا إزاي يدير المفاوضات معايا. I felt that I could feel them that they want me to come. أنا شعرت أنا وافقت على طول، أنا شعرت قد إيه مسؤولي النادي الأهلي عايزين أكون موجود معاكم هنا. And once the name of Ali comes up. وطبعا لما اسم النادي الأهلي بيظهر في أي مفاوضات. نادي القرن الأفريقي. One of the biggest teams. واحد من أكبر أندية. In the continent. في القارة. You don't say no to Ali. مش ممكن تقول لا ابدا للنادي الاهلي. من خلال المفاوضات حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انه مش هيكون في تفاوض بشكل مباشر مع حضرتك غير بموافقه رسميه من رئيس نادي سان داونز، حفاظا على العلاقات الطيبه اللي بتضم الفرقتين والبلدين. الكلام ده كابتن خطيب قاله لحضرتك؟ Yes. Yes. The negotiations went very. المفاوضات كانت كويسة جدا ومشيت بشكل جيد. For both teams. لأن بين فريقين. A lot of respect for both بينهم presidents. بينهم احترام وبينهم ثقة كبيرة. And also. وأيضا. For me to leave. بالنسبة لي أن أسيب نادي سان داونز وأرحل، رحت النادي سان داونز وطلبت منه موافقته أن أسيب النادي وأمشي. لأن برضه أنا عندي عقد مع نادي سان داونز. طلبت منه. قلت له دي فرصة بالنسبة لي، دي يعني دي بتيجي مرة واحدة في الحياة، بتيجي واحدة واحدة في العمر فرصة زي دي، وطلبت منه ما ضيعهاش. وأنا قلت له أنا في نادي جنوب أفريقيا مش هتجيلي كتير، وحاجة زي كده شرف لجنوب أفريقيا والكرة الجنوب أفريقية إن يبقى أول مدرب جنوب أفريقي يمرن في الأهلي. وأعتقد النادي بقى له أكتر من 100 سنة، هكون أول أفريقي بيمرن النادي الأهلي، ودي حاجة كبيرة، حاجة للتاريخ، حاجة للتاريخ وحاجة لتاريخ بلدي وليا أنا كمان. لبلدي وزي ما قلت ليا وللقاره كلها، حتى ردود الافعال افريقيا بمر في دوله ثانيه. ردود الافعال زي ما انت قلت يمكن على مستوى البريزيدنت بتاع سان داونز كان في ترحيب واضح جدا. عايزين كمان نعرف ردود الافعال بالنسبه للصحافه الرياضيه وخاصه القرويه في جنوب افريقيا، وكمان على المستوى الاهم لاعبين سان داونز نفسهم. انت كنت متعاقد 4 سنين جايه، فرد الفعل كان عامل ازاي على مستوى الصحافه وعلى مستوى اللاعبين؟ Well, since I've been coaching. منذ بدات امرن من 22 سنه ما مرنت كره قدم، بدات من 22 سنه. I've only coached two teams. مرنت فرقتين بس. سوبر سبورت يونايتد من افريقيا ومامولودي سان داونز. وبين تجربتين كنت مع منتخب بافانا بافانا، منتخب جنوب افريقيا، كنت مدرب 7 سنين مع سوبر سبورت، وخمس سنين مع المنتخب، وثمان سنين مع نادي سان داونز. فاتكلمت مع رئيس نادي سان داونز وقلت له احنا حققنا 10 القاب دوري. We won the 11th trophy this year. وكنا عايزين اللقب ال11 في تاريخ النادي الموسم. وكسبنا السادة ثلاث كؤوس، ثلاث بطولات. Out of 7 years I win the premiership 5 times. وانا بطولة الدوري انا معايا كسبتها 5 مرات في 7 سنين. وخدنا بطولة دوري الابطال الافريقية. We win the super cup. وكاس السوبر. We also went to the club world cup, FIFA world club. ولعبنا كاس العالم للاندية. And I asked him, I said, وطلبت من رئيس نادي سان داونز، قلت له ممكن اعمل ايه اكتر من كده؟ انا كسبت كل الالقاب مع النادي وحققت كل الالقاب اللي ممكن اعملها. عايز ابدا نيو جيرني، عايز زي رحله جديده او مغامره جديده في حياتي التدريبيه. I have served you loyally for 8 years. انا طبعا ابدلت مخلص ليكم 8 سنين. فمن فضلك يا رئيس، one of the biggest رئيس اديني فرصه، ما تضيعش مني فرصه دي ان اخد تجربه جديده في نادي كبير في افريقيا. وكل لما جيت هنا شفت طبعا شفت شعار النادي دي عظيم، وشفت النجوم اللي حمرانهم، وكنت سعيد جدا ان ممكن في يوم من الايام اكون نجم من نجوم النادي ده. طبعا كل الاحترام لتاريخه طبعا، واكيد رئيس سان داونز قدر التاريخ الكبير ده، وخاصه مع سان داونز على المستوى البطولات 10 بطولات، وكمان على المستوى البافانا بافانا، وكان ليه خبرات كبيره جدا مع المدربين البرازيليين كمدرب مساعد.
وعلى مستوى المدير الفني لمدة سنتين مع البافانا بافانا، فكل دي خبرات وأكيد النادي الأهلي مقدر هذه الخبرات وكمان الجماهير. خلينا نخش على المحور الثاني والتحدي اللي انت ممكن او اللي انت جاي علشانه، انك بتقول ان انا عايز اكون سبب في حصول ستار زيادة في شعار النادي الاهلي. متابع لعيبة النادي الاهلي بشكل كويس؟ متابع، هل متابع الدوري المصري بشكل كويس؟ I know about the Egyptian league. عارف الدوري المصري؟ But not too much. لكن مش عارف كتير بصراحة. I know more. عارف أكتر. الزمالك والأهلي طبعا. وعارفهم لأن دايما بلعب بطولة أفريقيا، بنلعب قدامهم. Unfortunately in my country. للأسف في وطني، في بلدي. With the TV and the decoders. التلفزيون ما عندناش ديكورات ومتفرجش على الدوري المصري للأسف، ما بيجيلناش مباريات الدوري المصري. ما اتفرجش على الماتشات بتاعتنا بتاعت الدوري المصري ولما الاهلي بيلعب قدام الزمالك طبعا بتصرف بعرف اجيب الماتش عشان اتفرج عليه. لا انا عندي مشكله عشان بطلب من المعد اللي هو محلل المباريات ان هو يجيب لي الماتش. احنا مشتركين في احد الشركات اللي بتعمل لنا بتجيب لنا مباريات، فبنتفرج على ماتشاتهم عشان نيجي نلاعبهم. فعندي معلومات عن الفرقتين دول ولعبنا قدامهم، لعبنا اربع مرات في اخر سنتين قدام الاهلي والزمالك، ولعبنا قدام الاهلي اربع مرات، لعبنا قدام الزمالك ثمان مرات قبل كده في اخر ثلاث سنين، ولعبت قدام الوداد مع سان داونز ثمان مرات في اخر سنتين فقط. فانا بالنسبه لكل الفرق في المنطقه الافريقيه انا عندي فكره. ده اكيد كمان كان من اسباب اختياره طبعا، ومجلس الاداره عارف خبراته الكبيره على الجانب الافريقي وخاصه في التشامبيونز ليج الافريقي، وبالتالي وهو الرجل المناسب في المرحله المناسبه. وخلينا نتكلم بالنسبه للرجل المناسب، انت كمدير فني التعاقد مع النادي الاهلي دايما بيكون في بروجكت، بيكون في مشروع من خلال السي في. انت من المدربين اللي بتبقى لسنوات طويله في الانديه، وبالتالي انت صاحب مشروع. ايه الهدف من وجودك في النادي الاهلي بجانب طبعا البطوله الافريقيه؟ ايه البروجكت وايه المشروع اللي ممكن مستر موسيماني يقدمه للنادي الاهلي خلال السنوات اللي جايه؟ football works in different ways. For the coach. كرة القدم ليها أسئلة مختلفة بالنسبة للمدربين. اللي بيقعد المدرب يقعد فترة طويلة أو يبقى فترة طويلة مع الفريق. He needs to be given time. بيحتاج ياخد وقت عشان يظهر نتيجته. But in football. لكن في كرة القدم طبعا للأسف ما لازم الإيقاع يبقى أسرع، مش ممكن يبقى وقتك طويل. You can buy the only time you can buy that time. أنت ممكن تشتري الوقت ده. You must win. عشان تشتري الوقت ده بتقعد وقت اطول لازم تكسب. النتائج هي اللي بتخليك، الفوز هو اللي بيديك وقت تشتري الوقت الطويل مع الفريق بالفوز. ولما تكسب في بعض الانديه لما تكسب ما بتقعدش مع النادي، بتكملش، بتدور على 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 انديه ثانيه، على مغامره في مكان ثاني. وفعلا المثل الواضح ده، المدرب اللي كان موجود قبل كده ريني فايلر كسب الدوري بس ما كملش. كل واحد ليه حياه مختلفه عن الاخر، وكل واحد ليه فكر مختلف عن الاخر. من جانب دوت هاخد من كلامه، كره القدم معروفه مكسب وخساره، والنتائج اللي بتحدد استمرار المدرب، لكن الطموحات كمان من خلال تصاريحك، من خلال الميديا، من خلال شعور جماهير النادي الاهلي انك فخور انك تكون موجود في النادي الاهلي، اكيد عندك طموح وعندك بيشن كبير جدا انك تكون اطول ان شاء الله اطول فتره ممكنه موجود في النادي. يس اي هاف طبعا انا عندي طبعا طموح، لان عندي فلسفتي خاصه بيا. اي كول ات ماي سوفت وير. انا عندي زي سوفت وير ليا. ذا واي اي وانت فوتبول تو بي بلايد. الطريقه بلعب بيها كره القدم بعتبرها طريقه خاصه بيا. اند اي ثينك واعتقد علي هاز سين ذات وين يو الاهلي شاف ده لما لعبنا ضد الاهلي، شاف طريقه لعبي، ولعبنا قدام الزمالك شافوا طريقه لعبي الخاصه بيا، ولما لعبنا قدام الوداد برضو وقدام الترجي، ولعبنا قدام تي بي مازيمبي سوبر افريقيا، كل فرق افريقيه لعبنا قدامها كان واضح الفلسفه بتاعتي
انا بحب الاهلي ليها طريقه لعب خاصه بيا. I know Ali wins many games. انا عارف الاهلي كسب ماتشات كتير في افريقيا، لكن لما اجي ابص للماتشات اللي كسبها الاهلي I would like them to play. شايف ان بفضل هم يلعبوا بطريقه خاصه انا عايز افرضها هي الطريقه بتاعتي، هي اسلوبي انا، يلعبوا باسلوبي. انا دايما بقول في الفريق في جنوب افريقيا لو غيرت الفريق اللي انت لابسها ولبست مثلا فريق سودا مثلا من غير ارقام وغطيت وشك ولعبته، الناس هتقول لا ده فريق سان داونز ده فرقتنا. يبقى ليك نفس الاهلي برضو يبقى له هويه فنيه الناس تعرفها حتى لو غيروا فنته. انا سعيد ان كسبت فيه اخطاء، بس انا هنا جاي عشان اصلح الاخطاء عشان نكسب القاب كتير. اي حد ممكن يكسب القاب، لكن بتكسب ازاي؟ وكره القدم لازم ترضي العين في الاول وتقنع المشاهد. لما برشلونه بتلعب عارف ان برشلونه هي بتلعب، لما حتى ما شفتش اللعيبه بتعرف اللعيبه دي لعيبه برشلونه. سان داونز اعتقد برضه لما بيلعبوا بتبقوا عارفين دول لعيبه سان داونز، حتى ومش عارفين ايه الفرقه بتاعتهم. ليهم هويه فنيه. ده السؤال اللي كنت بساله، الايدنتي لكل فريق والفيلوسوفي بتاع كل مدرب بيحتاج وقت علشان الفلسفه اللعيبه تفهمها بشكل كويس وتحس ان في مردود داخل الملعب. هل النادي الاهلي عنده هذا الاوبشن وعنده هذه الرفاهيه من التوقيت للفترة اللي جاية؟ يعني البلان انك تضع الفيلسوفي ديت وطريقة اللعب اللي انت عايز يلعب بيها النادي الاهلي، هل عندنا الوقت للكلام دوت دلوقتي؟ كل مشروع ليه خطة قصيرة المدى، متوسطة المدى، وطويلة المدى. نادي مامينو سان داونز قعد 8 سنوات، فاعتقد دي كانت خطه طويله المدى، حققت على المدى البعيد الفكره. انا عارف ان هنا في الاول مش هيبقى عندي رفاهيه الوقت طويل. انا عقدي معاكم سنتين، هنا عقدي سنتين مع النادي الاهلي، فما هوش وقت طويل زي سان داونز، لكن سنتين ممكن تزعل، سنتين ممكن يبقوا اكتر بشغلي وممكن يبقوا اقل على حسب النتائج. شغلك هو بيحدد مده عقدك، وده بناء على فوزك. لما بتفوز بعدك ممكن يطول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سنفوز ونقدر هتخليكم تشوفوا اللعيبه بتلعب، وهتبقى عارفين لعيبه الاهلي هتلعب ازاي. انا قلت لهم النهارده في اول تدريب، قلت لهم المفروض يبقى لكم هويه، وانا قلت لهم ازاي طريقه اللعب اللي ممكن تلعبوها تخلقوا صعوبه للفريق المنافس، وقلت له ازاي تعملوها، وممكن الصعوبه دي تعملوها باكتر من طريقه بحيث تحفظهم. فزي ما قلت على المدى القريب او الخطه قصيره المدى ان احنا نفوز، لكن بعد كده طبعا ان احنا انتوا عارفين احنا كسبانين الدوري، بس عايزين نكسب القاب كتير على الخطه المتوسطه المدى. على المدى البعيد انا عايز ان احنا نتاهل على طول باستمرار لكاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. طموحي مع النادي الاهلي ان نوصل لكاس العالم للانديه. الطريقه والطموح ده عجبنا جدا، والطموح دوت واصل لي انا على المستوى الشخصي. انا كنت لعيب كوره وعارف لما يكون المدرب عنده هذا البيشن وعنده هذا الطموح. لكن خلينا نتكلم على طريقه اللعب. هل ممكن علشان تطبق طريقه لعبك وطريقه التفكير في طريقه اللعب هتحتاج بعض اللعيبه، او انت شايف ان لعيبه النادي الاهلي عندها القدره ان تحقيق هذه الطريقه، ولا ممكن في المستقبل يكون في بعض اللاعبين المميزين اللي في بالك انه ممكن يساعدوك في تنفيذ هذه طريقه اللعب داخل فريق النادي الاهلي؟ كل مدرب ليه طريقه بيحب يلعب بيها، لكن اعتقد لما جيت النادي الاهلي وكان اول تمرين ليا النهارده شفت، حسيت انا ممكن اظبط طريقه اللعب، مش محتاج مساعده. لكن برضه ممكن اقول ده مش هقدر اقول ده، لازم اشوف اول مباراه، يعني التمرين مش كفايه. لو حسيت ان احنا ما عندناش بعض اللعيبه اللي محتاجينهم تطبيق فكري، انا هتكلم مع رئيس النادي في وقتها وهطلب منه لعيبه من بره واقول له لعيب او اتنين محتاجين، واحد او اتنين نقوي بيهم الفريق
لكن عادة ما بحتاجش لعيبة كتير. عندنا لعيبة موهوبين وعندهم كواليتي فني عالي، امكانيات فنية عالية. يمكن احتاج حد تاني عشان في المركز يبقى عندي اكتر من لعيب في نفس المركز. لعيبة خاصة زي لو شفنا مثلا برشلونة عندهم لعيبة كويسين من اسبانيا، لكن عندهم نيمار وميسي وسواريز من بره اسبانيا، لعيبة خاصة، لعيبة مميزين بيغيروا اداء اللعب، بيغيروا شكل اداء اللعيب، اداء الفريق، بيغيروا اداء الفريق. محتاجين يمكن اثنين او ثلاثة لعيبة مميزين، مش شرط، مش معناه ان اللعيبة عندنا وحشين، عندنا لعيبة كويسين. اللعيبة المميزين دول ممكن يخلقوا يصنعوا الفارق زي ما انت قلت يا استاذ. طيب لعيبه ان شاء الله يعني تعمل الفارق. هنطلع بس عندنا تقرير عن طبعا وجود موسيماني داخل جدران النادي الاهلي، نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. لطالما كان الأهلي نادي القرن في إفريقيا وأحد أكبر وأهم الأندية في الشرق الأوسط، حلما لكل اللاعبين والمدربين، لا سيما في القارة السمراء المليئة بالمواهب الفذة. ولأن كتابة المجد مرتبطة دائما بالتحليق رفقة نسر الأهلي، تجوب البلدان والملاعب ليظل الحلم الأكبر والأمنية الأولى والرغبة الأكيدة لدى كل من يفهم ويعي مقدار المارد الأحمر. ولأن لكل مجتهد نصيب، فقد حقق بيتسو موسيماني الحلم المستحيل كأول مدرب إفريقي من خارج مصر يقود السفينة الحمراء عبر التاريخ، وسط ثقة كبيرة من عشاق الأهلي به وبقدراته التدريبية، متوازيا مع مرحلة التحدي التي بدأها موسيماني من كرسي الرجل الأول في الجهاز الفني للأهلي لكتابة تاريخ مشرف له وللنادي. لأنه يدرك جيدا رغم تحقيق الحلم أنها البداية، لكن القادم لن يكون مفروشا بالورود، لا سيما أن نادي القرن الإفريقي يلعب دائما من أجل الفوز وحصد البطولات، وجماهيره لا ترضى أبدا بالمركز الثاني. موسيماني الذي تغنى بالأهلي وبعظمته وأكبر قارة بأكملها على رفع القبعة له جراء مشروعه الناجح مع سان داونز، يحمل على عاتقه آمالا وأمنيات لعشاق المارد الأحمر في تحقيق التاسعة الإفريقية التي تتمنع عن فارسها الأول منذ 2013، وهي مهمة لن تكون سهلة، لكن بالتحدي والإصرار والعمل سيكون التتويج الطريق الوحيد. إدارة الأهلي كانت وستظل لديها ثقة كبيرة في المدرب الجنوب إفريقي، ولذلك لم تتردد في المضي قدما نحو خطوة فريدة من نوعها لتمنحه شرف تدريب الأهلي، لتبدأ رحلة جديدة في سجل نادي القرن الإفريقي مع القبطان موسيماني. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنواصل حوارنا مع طبعا المدير الفني الجديد للنادي الاهلي مستر موسيماني. برحب بيك مره تانية، وكنا بنتكلم قبل التقرير عن اللاعب الذي يصنع الفارق اللي ان شاء الله حتى يعني على المستوى المدى المتوسط ان شاء الله يكون في طريقه لعب مختلفه للنادي الاهلي تناسب افكار المدير الفني. من هذا المنطلق، تقييمك الفني لأربع فرق الموجودة في السيمي فاينال الشامبيون الأفريقي، الأهلي، الزمالك، الوداد والرجاء، وإن شاء الله فرص النادي الأهلي لتحقيق اللقب من خلال تقييمك الفني للثلاث فرق اللي معانا. الوداد فريق كويس، ممكن يعني ممكن يوصل النهائي، مش بس النصف النهائي. نفس الموضوع،
اعتقد زينا عندهم نفس عندهم روح الفوز وعندهم الذهنيه مركزين دايما في اللعب. مش سهل مثال اي حد يروح يلعب في كازابلانكا. ما اعتقدش فرق كتير كسبت في كازابلانكا, بس اعتقد الاهلي كسب قبل كده في كازابلانكا. مامولودي سانداونز عمرهم ما كسبوا في كازابلانكا. مش قلقك النتائج او هزيمه الوداد؟ اعتقد 4 هزايم للوداد. مش قلقك الموضوع ده او حتى على الجانب النفسي شويه ان في مشكلة مع الوداد من خلال لقاءاتك الأخيرة وانت المدير الفني لصن داونز؟ هل الكرة بنكسب أو بنخسر؟ في جنوب أفريقيا كسبنا مع صن داونز, كسبنا في جنوب أفريقيا. دلوقتي أنا مع نادي كبير, النادي الأهلي. أتمنى إن شاء الله we can bring the results. ممكن نجيب نتيجة إيجابية من كازابلانكا. وممكن نفوز في كازابلانكا كمان. But you don't have to win in Casa to win to go. لكن لازم نكسب كازابلانكا عشان نوصل النهائي. Aggregate of the results. أما النتيجتين على بعض ذهاب وعودة. Always like to go forward and try and win in Casa. لكن طبعا لازم لما نروح في كازابلانكا الدار البيضاء لازم نعمل نتيجه كويسه تساعدنا في ماتش العوده, تدينا افضليه عشان ماتش العوده في القاهره. رجاء ما اعرفش فريق رجاء كازابلانكا بتاع فريق الدار البيضاء, ما اعرفوش كويس بصراحه. فريق رجاء ما لعبتش ضده. صديقي جمال شفته قبل كده, قابلته في الكافر لايسنس في ديس, قابلته في المغرب قبل كده والتقيت بيه وكان قاعد جنبي خلال الدوره. هو اعتقد هو مدرب كويس جدا. طبعا نادي الزمالك نادي كبير, ودايما بيبقى في ماتشات اهلي وزمالك فيها طبعا الاهلي والزمالك, واحنا يعني مقتنعين تماما ان شاء الله النادي الاهلي يكون ليه القدره على الوصول للمباراه النهائيه اولا, والخطوه الثانيه اكيد هتبقى يعني ان شاء الله الفوز بالبطوله. عايز اخد راي حضرتك, غياب الجماهير دايما المباريات الكبيره الاهلي والوداد الزمالك والرجاء اذا كان في المغرب ولا في مصر بيبقى في التكاتف والكثافه الجماهيريه بتاثر كتير جدا بالايجاب او بالسلب على اللاعبين داخل الملعب. غياب الجماهير في الفتره الاخيره ممكن تاثر على الحاله الفنيه للمباراه نفسها اذا كانت في المغرب او في القاهره؟ طبعا بالطبع. انا جاي من جنوب افريقيا لسه الدوري خلصان. Big game between Mamelodi Sundowns. ماتش كبير بين مامولودي سان داونز وكادر تشيفز, كان مباراة كبيرة من غير جماهير. كان 60,000 بين بمدرجات بتلعب بمدرجات فاضية. حاجة مش كويسة لكرة القدم, شيء سيء لكرة القدم. طبعا احنا واجهنا وباء وحياة الناس, حياة المواطنين أهم من كرة القدم. مش ممكن نلعب معاها, مش ممكن نخاطر بيها. لازم نحترم تعليمات الحكومة ونحافظ على حياة المواطنين. لعبنا نهائي الكاس في جنوب أفريقيا بعد الدوري, لعبنا نهائي الكاس بعد نهاية الدوري بين فرقتين أصحاب أكبر جماهيرية في جنوب أفريقيا. ما كانش فيه, كانت المدرجات فاضية. لازم نقبل ده عشان الكورونا, وإن شاء الله يا رب تختفي إن شاء الله وحياتنا ترجع طبيعية إن شاء الله. بعدم وجود الجماهير كان في فترة من الفقرات قرار من الكاف إن الدور نصف النهائي من مباراة واحدة في أرض محايدة, أو يعني ده كان الطرح. فرؤيتك الفنية كنت هتبقى بالنسبة لك أفضل لو فعلا مباراة واحدة في أرض يعني في أرض محايدة, أو بالنسبة لك أنت أفضل المباريات؟ أعتقد
اعتقد من العدل انك تلعب مباراه على ارضك ومباراه بره. فيها عدل اكتر طبعا. لما تبقى عندك ماتشين بقى عندك امكانيات يعني كنت تفضل ان تبقى نوك اوت مباراه واحده في ملعب محايد او حسابات المباراه الذهاب والعوده ممكن تاثر على تفكيرك؟ بص مش هتفرق، ما اقدرش اقول لو لعبنا ماتشين ممكن نكسب، ما اقدرش اقول لو لعبنا ماتش واحد بس هنتاهل. هو على حسب يومك، حسب ادائك اللي ممكن تلعب. يعني عشان انت عايز توصل النهائي بطوله افريقيا لازم تستاهل. هنشوف اوروبا لعبوا في بطوله اوروبا كله كان بيلعب في البرتغال مباراه واحده. المفروض انت ما تهتمش اذا كان مباراتين او مباراه واحده، بس اعتقد مباراتين ده فيها عدل اكتر لكل الفرق، ودي كرة القدم لازم نتقبلها. وطالما جبنا سيرة الجماهير وغياب الجماهير، خلينا نتكلم عن العلاقة اللي الناس كلها شافتها من خلال السوشيال ميديا، والعلاقة اللي بدأت من بدري شوية، علاقة خاصة مع جماهير النادي الأهلي. واضح من شخصيتك أو من خلال حتى السوشيال ميديا أو من خلال لقطات، وكنت أنت مدرب صن داونز وموجود في مباراة النادي الأهلي، وتصويرك لجماهير النادي الأهلي ده بيدي انطباع كبير قوي إن يعني أنت بتحب جماهير النادي الأهلي حتى من قبل ما تيجي النادي الأهلي. احيانا بكون مردود بين الاهلي والزمالك، ببقى انا عارف الشد اللي موجود ما بينهم بين الاهلي والزمالك. لما كسبنا قدام الاهلي جالي رسائل كتيره جدا ورسائل تهنئه ورسائل حب من جماهير الزمالك. ولما كسبنا الزمالك في نهائي بطوله افريقيا وصلني رسائل كتيره ورسائل دعم ورسائل حب من جماهير الاهلي. طبعا انا الواحد بيحاول قدر الامكان بين الفرقتين، عارف فرقتين كبار في النادي ولاية جماهيريه في الناديين، فبحاول قدر الامكان ارد على جماهير الفرقتين لما كنت في سان داونز. لكن دلوقتي انا بقيت مع نادي منهم، مع النادي الاهلي. طبعا دلوقتي عارف النادي الزمالك هو الغريم نادي الاهلي. في بعض جماهير النادي الزمالك بعتوا لي قالوا لي انت رحت النادي الاهلي بس هيفضل نحبك برضه. اخد من النقطه ديت كوتش، السوشيال ميديا في الاوقات الاخيره خاصه في الاجواء الدوري المصري كان اجواء حاده شويه واجواء تنافسيه بشكل كبير جدا على مستوى طبعا اهلي والزمالك ومعظم الدوري. علاقتك ايه بالسوشيال ميديا، وهل السوشيال ميديا بتأثر بشكل او باخر في بعض قراراتك او بعض حكمك على اللاعبين او على المنظومه نفسها، اذا كان تحكيم او اذا كان خروج عن النص من بعض المسؤولين؟ دور السوشيال ميديا في حياه موسيماني ايه بالظبط؟ بالنسبه لي I'm new in social media. انا اوكي انا بتابع طول اسبوع، عمري ما قضيت على السوشيال ميديا وما يهمنيش كده في السوشيال ميديا. انا فايند ات ادوكاتيف بيكوز ا لوت اوف فوتبول توبكس اند كوتس اند تريننج سيشنز ان بوزيتيف سايد. يا ذاتس واي اي كيم ان اند اوف كورس طبعا الفرصه لكن انستغرام وذ ماي فاميلي، انا بتعامل مع الانستغرام مع عائلتي فقط، لكن ما استخدمش كره القدم. ذاتس واي اي كيم ان، عشان كده جيت وباخد بدخل الانستغرام. لازم طبعا نبقى حريصين على السوشيال ميديا. اي دونت ليف ان سوشيال ميديا، انا مش عايش جوه السوشيال ميديا، جوه التواصل الاجتماعي. انا بتصفحها بس مش بشكل كبير، بتصفحها بس مش قاعد جوه. انا بعتبر نفسي ضيف على التواصل الاجتماعي، وده رايي. I agree with you. ان المدرب المفروض يكون كده بالظبط. I visit, I, I, I,
I understand that. أنا متفهم طبعاً. Even in South Africa, we have people. حتى بغلوب إفريقيا. Talking negative, saying things. عندنا حاجات سلبية بتكون بسبب التواصل الاجتماعي. لازم. التواصل الاجتماعي تسمح للبعض الجماهير تنتقدك وتفرض رأيها. هنتكلم عن النقد جاي وهنتكلم كمان كيف يتعامل الموسيماني مع النقد الرياضي بشكل كبير. لكن خلينا نروح لتقرير واستقبال الجماهير أو ردود أفعال الجماهير في تولي موسيماني الإدارة الفنية للنادي الأهلي. نروح للتقرير ونرجع مع حضراتكم. اعتقد ان هو يبقى مكسب للنادي الاهلي، وقرار اداره ومجلس اداره النادي الاهلي كان قرار سليم 100%. تاريخه اكسبتد، اكسبتد، وعمل نتائج كويسه في جنوب افريقيا مع سان داونز، يعني مقبول، بس في جنوب افريقيا كان عامل حاجات كويسه جدا، فنتمنى الحاجات دي تتطبق عندنا احنا. تمام، بس ان هو جاي في وقت حرج شويه. انا سامع عنه ان هو مدرب كويس، ونتمنى له الخير في مع النادي ان شاء الله. كويس، سمعته سابقاه، وان شاء الله يتوفق مع النادي الاهلي، واي مدرب بيجي النادي الاهلي بينجح عشان في اسس وقواعد بيمشي عليها. تجربه جديده للنادي الاهلي، اتمنى ان هو ربنا يوفقه والنادي الاهلي ان شاء الله يعمل طفره كويسه في النادي الاهلي. ان هو قاعد مع سان داونز، لو انت حسبت كميه فوزه بالنسبه للماتشات اللي لعبها، عمر في مدرب اجنبي وصل ل 57-58%. هو اكيد مدرب كويس، واكتر واحد يعرف الاهلي ولعبه قبل كده كذا مره، ومره يكسب مره يخسر، فاكتر واحد عارف الاهلي في الظروف دلوقتي كمان عشان ماتشات افريقيا الجايه ان شاء الله. مدرب عنده خبره، عامل مع فرق افريقيه كتير، فده هيدينا فرصه احسن ان شاء الله ان احنا نكسب. اعتقد ان هو ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه في افريقيا، لان هو حافظ فرق افريقيا بالكامل يعني. رجعنا مع حضراتكم وحديثنا الشيق جدا مع المدير الفني لنادي الاهلي مستر موسيماني، بنرحب بيك مره ثالثه. كنا بنتكلم قبل التقرير على السوشيال ميديا واجواء السوشيال ميديا وتاثير السوشيال ميديا عامه على كره القدم، وتطرقنا للنقد. هل مستر او كوتش موسيماني من المدربين اللي يتقبلوا النقد بشكل صارخ؟ وخاصه انا يعني احب اقول لك معلومه، النقد هنا في مصر يعني ممكن جدا يخرج بره الاطار الرياضي بشكل او باخر. ردود افعالك ممكن تكون ايه؟ I just believe that انا اؤمن when you are a football coach, لما تكون مدرب كره قدم، if you win, لو كسبت and you don't win good, you will be criticized. وحتى كسبت اداء كويس برضه هيجي لك انتقاد. لو خسرت هتنتقد انك خسرت، هتنتقد انك خسرت. لو تعادلت وما كسبتش هيقول لك ليه ما كسبتش. لو انت حتى برضو هينتقدوك انت ما كسبتش. على طول النقد مستمر. حياه مدرب كره القدم هتعرض على طول الوقت الانتقادات. طبعا في انتقادات ايجابيه وفي حاجات سلبيه، انتقادات سلبيه بالطبع، لكن ايضا لكن الطريقة الانتقاد نفسها مش لازم عندك من كون شخصية او الغرور ان انت ما تقولش اسف لو ما بتخطأ، ولان الغرور او الاحساس الزائد بالذات ممكن يوقف نجاحك، ولازم يكون عندك من التواضع تقول انا اسف لما تخطأ. وطبعا ايضا لازم يكون متواضع اكتر لما بتفوز، بيكون عندك برضه نفس التواضع، بيكون تواضع اكثر في حاله الفوز. حياتك كمدرب كره قدم لازم تكون متقبل انتقادات. لو فزت هينتقدوك، لو تعادلت هينتقدوك، لو خسرت هينتقدوك، هينتقدوك لو ما بتعملش حاجه. خلينا نتكلم في بعض المدربين ومن خلال السيره الذاتيه
العلاقة ما بينك وبين اللاعبين في جزئين من المدربين، مدرب زي يورجن كلوب عنده العلاقة ما بين اللعيبة بنشوفها بشكل مفتوح جدا، علاقة صداقة، علاقة تقارب. ممكن بعض المدربين زي مورينيو ما عندوش هذه الصفات. نقدر نقول مستر موسيماني ويتش تايب، يعني أي نوع من المدربين، هل مع الصرامة والحدود المبالغ فيها مع اللاعبين أم مع الصداقة ودخول اللاعبة وكأنكم في عيلة واحدة؟ اللي أعرف عن كرة القدم مدرب كرة القدم زي اللورد بالنسبة للاعبين، أنا عايز أقول زي الإله، يكون زي الإله بالنسبة للاعبين برضو. مش لو أنت عشت بدون شخصية كبيرة إله اليوم مش هيحبوك ومش هتكسب، وبرضو فضلت محبوب جدا من اللعيبة برضو ما تكسبش، لازم يبقى في توازن. لساعات صوتك بقاش هو في بعض الحالات ممكن تعلي صوتك في بعض الأحيان عشان تهني بعض اللاعبين، ممكن في التهنئة بيبقى صوت عالي زي ما قلت، ممكن تعلي صوتك تبقى قوي مع اللاعبين أو توجه ملحوظة بصوت عالي، وساعات بقى فوت صوتك يبقى هادي. لما على حسب اللاعبين، حسب حالة اللاعبين، حسب اللاعبين صعب مع اللاعبين بيحتاجوا صوت هادي. ساعات ممكن توصل رسالة بالصوت الواطي أو بالصوت العالي. زي أطفالك بالضبط، زي عائلتك. الناس بتستقبل رسالة بأساليب مختلفة. وبتون صوتك، درجة صوتك عالي أو واطي. مهم جدا إنك توصل الرسالة. يعني توصيل الرسالة زي ما بيقول مرتبط بشكل كبير في عالم كرة القدم بالدريسنج روم، السيطرة على الدريسنج روم. وهناك نوعين من السيطرة على الدريسنج روم. النوع الأولاني هو السيطرة بشكل مباشر وقوي، والجزء الآخر هو السيطرة زي ما قلنا بحب اللعيبة مع بعض والتداخل، وإن ما بيكونش فيه أمور مخفية عن اللاعبين والجهاز الفني كله بيشتغل كعيلة واحدة. كل وقت أقول لازم التوازن بين الطريقتين. اللعيبة لازم تعرف إمتى تكون مش موجود، ولازم توصل لها إنك مش مبسوط لما تكون مش مبسوط. لكن المهم في الموضوع الاحترام. أؤمن إن الاحترام، أنا كمدرب حتى أنا قلت الكلام ده النهاردة في أول محاضرة للاعبين، أنا هحترمكم في الأول قبل أي شيء، ومتوقع منكم تحترموني برضو بدوركم. لكن أنت لما بتكون قائد لازم أنت بتقود في المقدمة، تدي مثل لعيبة، تدي مثل يتبعوه، فانت ما تحترمهم هيحترموك. انا كل اللي قلته النهارده قلت ده مبدا قلته للاعبين في اول محاضره. دي العلاقه دي يعني بنيجي في الكلام، بيكون الكلام سهل لكن بالاصطدام مع عندك كادر او عندك قائمه ب 25 او 30 لعيب، اختلاف الكاركتر واختلاف الشخصيات ما بين اللاعبين ممكن جدا يسبب خروج بعض اللاعبين عن الاطار اللي الجهاز الفني رسمه وعلى حدود واللوائح الإطار الفني أو المدير الفني رسم هذا الإطار للفريق. ردود أفعالك للاعب أو للطرف أو للعضو اللي داخل العيلة اللي بيخرج عن الإطار اللي حضرتك حددته. أعتقد الطريقة السهلة نقعد نتكلم مع بعض، نشتغل مع بعض، فضل بدنا كلام، لازم يجي يعتذر يقول لك انا اسف. وطبعا في حاجه شعار النادي لازم يحترم، اعتقد ده اهم مني ومنك واهم من الناس كلها. فاتكلم معاه اقول له انا كمدرب وانت كلاعب شعار النادي ورمز النادي اهم مننا كلنا. لازم برضه تسال سؤال، انا موجود هنا ليه؟ ده شغل، دي مهنه، دي مهنتي.
انت مهنتك عشان تنجح لازم تحتاج لتعاون لعيبه معاك. المدرب محتاج لاعبين معاه. لان مفيش مدرب في الدنيا ممكن يكسب اللعيبه وسيئين. لكن اللعيبه لكن برضه لعيبه كويسين محتاجين مدرب يقدر يطلع افضل ما عندهم، بيطلع موهبتهم يظهرها. ده ما هي علاقه طرديه. انا اعتقد انا شايف اللعيبه، انا عايز لعيبه تلعب تلعب كويس. المدرب حتى لو كويس مش هيقدر ينزل الملعب، محتاج اللاعبين اللي هترجم شغلي في الملعب، خططي في الملعب. حتى وعندي لعيبه فرديا كويسين لازم حد يحطهم مع بعض، يخليهم يشتغلوا مع بعض وياخدوا موجههم في الطريق الصحيح. ده دوري انا كمدرب كمدير فني. الموهبه لوحدها مش كفايه، محتاج اكتر من موهبه عشان تنجح، عشان تلعب كره قدم. لان في لعيبه كتيره موهبتهم كويسه جدا ولاعبين كويسين وكوراتهم كويسه، لكن ما حققوش افضل الالقاب. المشكله دي بنحسها ومن خلال يعني خبرات الصغيره كمان، دي ممكن تكون على المستوى الافريقي اكتر من المستوى الاوروبي. يعني اللعيب الافريقي عنده التالنت العالي قوي، ولكن الديسيبلين والالتزام ممكن يكون اقل شويه من اللعيب الاوروبي. عمليه الالتزام موافق رايي ولا لا؟ مش كل لعيبه افريقيه كده. بص لبطوله افريقيا، في اوروبا في دوري ابطال اوروبيه في لعيبه كتيره اصلا من افريقيا، وفي لعيبه افريقيا بيلعبوا موجودين على الدكه وموجودين في الملعب بيكونوا اصلا من افريقيا وبيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا. وفي اوروبا ازاي لو لعيبه افريقيا اللي في اوروبا لما بيكونوش كويسين؟ واحد زي محمد صلاح افريقي ولعيب كبير جدا وبيلعب في اوروبا. السؤال غلط. Don't understand the question. The wrong way. أنا مش هقول اللاعب الأفريقي، أنا بتكلم الأتموسفير والعوامل الملائمة والمساعدة على النجاح هي اللي ممكن جدا تظهر معدن اللاعب الأفريقي بشكل أفضل. فعلشان كده كنت بقول إن هو المحيط اللي بيحطه أو الإطار اللي بيحطه المدير الفني والأتموسفير اللي موجود حوالين الفريق اللي حضرتك أكيد بتحطه، هو ده اللي بيطلع طاقات اللعيبه حتى لو كانوا هم عندهم جزء من او نوع من انواع الكسل. The job of a coach. We are paid. احنا بناخد مرتب عشان كده، عشان ندرب اللاعبين وناخد اللاعبين ونوجههم ونحمسهم ونحقق نطلع افضل ما عندهم ونحقق افضل نتائج بهم. ده طبيعي. احنا كمدرب لازم اعمل ده زي عازف الموسيقى، ده زي اللي بيعزف اي اله موسيقيه، زي المايسترو اللي بيوجه الفريق. فانا بالنسبه للفئه الموسيقيه دي انا المايسترو لفرقه كره القدم. انا معين كمدرب، وجزء من مهام وظيفتي ان اطلع افضل ما في اللعيبه واواجههم. واكيد اللي هيخرج عن النشاز من هذه الفرقه الموسيقيه اكيد مش هيكون ليه وجود. يعني هنكمل حوارنا مع طبعا المدير الفني موسيماني، بس نطلع نشوف كنا بنتكلم على النقد والحاله النقديه في عالم كره القدم. تعالوا كمان معانا تقرير نشوف النقاد المصريين قالوا ايه عن مهمه او قدوم الكوتش موسيماني للاداره الفنيه للنادي الاهلي، ونرجع في اخر اجزاء الحوار. موسيماني عنده كل الخبرة الأفريقية، يعني هو حياته كلها في أفريقيا. 8 سنين بيتولى مسؤولية تدريب سان داونز، فبالتأكيد عارف إيه الصعوبات وإيه المشاكل ومستويات الفرق المنافسة، والتقى في العديد من المرات مع نادي الوداد تحديدا. وبالتالي أنا عايز أقول إنه أنت جايب مدرب خبرته جاهزة، فده شيء أنا بشوفه أنه هو مطمئن. المهم أنه هو عنده الفكر وعنده الطريقة اللي ممكن يواجه بيها الخلاف. هنا هيبقى في لعيبة الأهلي، وقبل كده كان بيواجه
الوداد بلعيبه سان داونز. النهارده هو هيواجه الوداد بلعيبه النادي الاهلي، فطبعا 100% انا بتوقع انه يبقى في فرق كبير ايجابي لمصلحه فرقه النادي الاهلي ان شاء الله. رجل يعني يؤكد لك انه يعلم جيدا كل مفاتيح اللعب، يعلم جيدا المواهب المصريه، وايضا عمل بطريقه في مبارياته الفنيه قدامك وقدام المنافسين ومنهم الشمال العربي الافريقي اللي طبعا بيمثله الوداد في مباراه الاهلي. بجد واجتهاد كره القدم عنده باين قوي انها خلط العلم بالحرفيه واستغلال المهاره، وبالتالي قدم نفسه وكأنه يريد أن يفوز بمناقصة لتدريب النادي الأهلي. يعني دي شجاعة محمودة يشعرها بقى كابتن خطيب، كابتن محسن صالح والذين معهم وهم بيفاوضوا الراجل. من هنا وعده مش بقى أن يقعد في مؤتمر صحفي يقول جئت للأهلي الكبير زي الأجانب وسأقدم ما لدي، ويعني في قادم البطولات قد لا ننجح الآن ولكن سننجح بعد. لا، الراجل عكس الحكاية وقال لا أنا جاي عشان الأميرة السمراء، عشان التسعة يا أهلي، حتى عارف لغة جمهور النادي الأهلي. موسيماني اختيار أنا شافه لحد كبير موفق، يقدر أن يلم أوراقه بسرعة جدا في فترة قصيرة، يعني فضل له ماتشين أسبوعين تقريبا على جولتين بتوع الوداد، بالتالي يعني انا شايف ان هو فاهم الكره الافريقيه كويس ومذاكر كويس وهيكون مفيد للنادي الاهلي. وعن والتقييم بعد كده يعني مش مع اللقب، لان طبعا اللقب الافريقي ده هدف لعيبه الاهلي لا تراجعوا عنه ان شاء الله. يعني موسيماني اختيار بكرر اختيار موفق في توقيت صعب جدا، يعني بتختم موسم وداخل على بطوله كبيره. يعني رجعنا مع حضراتكم، وكوتش موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. تاريخ كبير في القارة الأفريقية على المستوى التدريبي، خلينا نعرف برضو من حضرتك بداياتك كلاعب وكمان الرحلة الاحترافية في اليونان، قلنا كواليسها وإزاي الرحلة دي بدأت من جنوب أفريقيا لغاية ما وصلت إلى اليونان. I started with one team called. بدأت مع فريق اسمه. جيم كوسموس. They found me from school. كانوا يعني اكتشفوني وانا في المدرسة بكنت بلعب كرة في المدرسة. كان سنة قد ايه؟ How old was? I think it was 17-18. Okay. They gave me a chance to come to professional football. دي فرصة ألعب كلاعب محترف. They moved to a team called Orlando Pirates. لكن رحت أورلاندو بايرتس. Then from Orlando Pirates I moved to Greece. بكده من اورلاندو بايرتس رحت لعبت في اليونان. I didn't play in Europe in big clubs. ما لعبتش في اوروبا في انديه كبيره زي محمد صلاح في ليفربول، لعبت في نادي صغير بس في الدوري الدرجه الاولى. ولعب قدام طبعا لو افتكر ماجدي طلبة was one Egyptian player was the Tuba brothers Tuba and even Hossam Ibrahim Hassan they were playing كانوا بيلعبوا في باوك سالونيك. It was that generation. طبعا على المستوى طبعا ان شاء الله احنا يعني في نهاية لقائنا طبعا بنشكرك، واحنا بنشكرك جدا لان احنا عارفين اليوم كان طويل جدا عليك ووصولك متأخر المطار ووجودك في النادي الاهلي كان يوم شاق يوم طويل. بنشكر طبعا وجودك النهاردة معنا في قناة النادي الاهلي، بنتمنى لك التوفيق، بنقل لك صورة للجماهير ان كل الجماهير في ظهرك. الصورة اللي النهاردة شفتها في النادي الاهلي ان شاء الله دي الصورة دايما البوزيتيف، دي الصورة الايجابية اللي دايما هتلاقيها. فبنقول لك شكرا جزيلا وجودك اولا في بلدك الثاني مصر، وخلاص مع عيلتك الجديدة عائلة النادي الاهلي. شكرا. But I must thank لكن لازم اشكر برضو علي بورد مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا رئيس مجلس إدارة رئيس النادي كابتن بيبو
الثقه اللي حطوها فيا ان العب ان ادي الدور الصعب ده وان اكون مدير فني النادي الاهلي. انا برضو انا سعيد جدا بترحبهم بيا ودعمهم ليا وبوعد ان ادي افضل ما عندي وافضل امكانياتي عشان احط الاهلي في اعلى مكان خاصه في افريقيا الصعيد الافريقي. اعتقد بقى لنا 7 سنين تقريبا في النادي الاهلي ما كسبناش القاب من كاس افريقيا وهبقى سعيد جدا ان شاء الله ان ارجع كاس افريقيا الغائب عن النادي الاهلي. شكرا جزيلا مره ثانيه على وجودك معانا وجود لك بيست اوف ترانس. الحمد لله. شكرا. دي كانت طبعا نهايه لقائنا مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كوتش موسيماني. بنتمنى له التوفيق ونتمنى له ان شاء الله النجاح. وخلي بالكم في تقرير كمان قبل ما ننهي, في تقرير عن مشوار موسيماني كلاعب محترف. نشوف التقرير وان شاء الله يكون لنا لقاءات كثيره مع موسيماني بالنجاح والتوفيق لجهازه الفني وللنادي الاهلي ان شاء الله. تصبحوا على خير. إفريقيا تعرفه مديرا فنيا بطلا وصاحب شخصية فريدة وطموحات عديدة يسعى إلى الوصول إلى المجد بقيادته للنادي الأهلي في حدث تاريخي للكرة الجنوب إفريقية. لكن من هو بيتسو موسيماني اللاعب؟ موسيماني أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة الجنوب إفريقية. بدأ مشواره عام 1982 بنادي كوزموس قبل أن ينتقل في صفقة تاريخية كانت الأغلى في بلاد البافانا بافانا عام 1985 إلى صفوف ماميلودي سانداونز. وبعد رحلة تنقل بين كوزموس وسانداونز وأورلاندو بايرتس خاض موسيماني تجربة الاحتراف الأوروبي ضمن صفوف يونايكوس نيكايا اليوناني واستمر لأربعة مواسم في اليونان وخاض 53 مباراة وسجل 6 أهداف وواجه مجدي طلبة الذي كان يلعب لباوك ثيسالونيكي آنذاك في مباراة واحدة. كتب موسيماني اسمه في تاريخ نادي يونايكوس برفضه الرحيل بعد هبوط الفريق موسم 93-94 وصعد به في الموسم التالي إلى الدوري اليوناني الممتاز مجددا فعشقته الجماهير هناك. اعتزل موسيماني اللعب عام 1996 بقميص نادي السد القطري وله 4 مباريات دولية بقميص منتخب جنوب إفريقيا ليبدأ مشوار التدريب الحافل الذي انتهى به إلى نقلة تاريخية في القلعة الحمراء بالقاهرة.